سبحانه وتعالى اللهم واجعل فيها رشدا وتنفعا لا مبدل لكلماته وارسلنا للكافرين والذلة للابرار واشهد ان لا اله الا الله شهاده ترسلنا دار القرار واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله النبي المختار اما بعد فيا معشر المسلمين ان الله تعالى فرض علينا الصيام في شهر رمضان فقال تعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء في روايه اخرى عن سيد الانبياء والمرسلين الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر او كما قال يا معشر المسلمين إن الله سبحانه وتعالى أنزل علي القرآن للعبادة والتلاوة والعمل وأمرنا أن نتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث الصحيح تركت فيكم ثقلين ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا ترى زهورها من بطونها وبطونها من زهورها فقام اعرابي وقال لمن هي يا رسول الله وقال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام واداب الصيام وصلى بالليل والناس نيام فيا معشر المسلمين توبوا الى الله توبه نصوحا أشهد أن لا إله
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من صلى وسلم وصل على محمد وعلى ال محمد بعدد من قال اللهم وصل الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الانبياء للتحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مسجد الخير والمعراف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الايادي والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى رضع الاعضاء والفضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وعلى الامامين المؤمنين السعيدين الشريفين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى اولهما سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمل المكرمين بين الناس ابي عمر الحمزه وابي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى السته الباقيه من العشره المبشره وسائر المهاجرين والانصار والتابعين لبهاء خيال الى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر لي ولبعثك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات اللهم اعذني بالامام العادل والخير والضعاف والاتباع اللهم اكفر من نصارى محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واحضر من نزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم